مرحبا بحضراتكم مرة كمان، والفقرة دي هنتكلم فيها عن ملفات كتيرة أهمها أكيد الميركاتو العالمي، وكتير وكتير كمان من الأخبار المتداولة حاليا عالميا واللي عايزين نعرف كمان صحتها، يعني من ضيفتنا العزيزة منى عمر الناقدة الرياضية. صباح الهنا، بونجور. صباح النور يا نهوان، صباح الخير يا كريم. صباح الفل يا منى، منورانا، بنسعد دايما بوجودك معانا. ربنا يخليك، انا مبسوطه. دايما هوان بتقول كده، احنا عايزين نعرف منك حاجات كتير ليها علاقه بالميركاتو العالمي، ولكن تعالي في البدايه بس نقف كده شويه عند ماتش الزمالك. طبعا كل عام وانتم بخير، الموضوع اتحسن والدوري في مكانه الطبيعي، ولسه برضو عندنا ماتش مهم جدا ليه طبيعه خاصه وليه خصوصيه شديده. الدوري اتحسم ما اتحسمش، ماتش الاهلي والزمالك هو ديربي مستقل بذاته. هل شايفه ان كولر لازم يجدد الدوافع مره ثانيه عند اللعيبه، بالذات لان المنافس القادم هو الزمالك؟ ماتش الزمالك مش بيبقى محتاج دوافع، هو يعني هو ماتش قمه مدفوع خيل بالظبط كده، هو ماتش قمه، فهو دوافع اوريدي بتبقى موجوده. زي ما قلت يا كريم، سواء حسمنا الدوري سواء كان الدوري هيتحسم في الماتش ده، حتى لو كان لسه المباراه مثلا كانت في بدايه الدوري في اخر الدوري ايا كان. لو تفتكر احنا كان في فتره كنا بنلعب اصلا ماتش الزمالك كان بيبقى في اخر مباراه خالص، بيكون بعد يعني بيكون الدوري اتحسم بقى، سواء كان الاهلي او منافس اخر يعني. فدايما مباراه الزمالك هي مباراه قمه، فهي بتبقى حساباتها مختلفه تماما، ما لهاش علاقه بالمنافسه على الدوري. طبعا لو كنت بتسال بقى جماهير الاهلي كان نفسها الدوري بالظبط يتحسم يوم الخميس، بس يعني ايفن كده ولا كده، الحمد لله الدوري اتحسم. هتبقى برضو المباراه الجماهير هتبقى منتظره المكسب، مش هتبقى منتظره حتى التعادل او لا قدر الله خساره مثلا 1-0 عادي ما انا خدت الدوري، لا هي مش هتبقى مقبوله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فهم هيبقوا منتظرين فعلا المكسب عشان تبقى الفرحه فرحتين، ويبقى الاحتفال بالدوري بيبقى ليه طعم مختلف يعني. متفق معاكي جدا والله، انا كنت من الناس اللي نفسي يتم حسم يوم الخميس يعني، كنت فاهمه اللي هو الماتش عايزه اروح واحضر وبتاع، دلوقتي هشوف بقى هحضر ولا حد الانفيتيشن المفروض ان يبقى دمرت الدوري خلاص المفروض ان يبقى في مراسم التتويج بقى في المباراه دي، برضه هتبقى حلوه طبعا يعني. لو حضرناها ان شاء الله. خلينا بقى نروح منا معاكي، لان في طبعا يعني ماتشات عديده واقاويل عديده، وده غير طبعا المتواجده عندنا كمان محليا مش بس عالميا، كل شويه نسمع اسم حد ماشي من هنا حد جاي من هنا، كمان مديرين فنيين بيطولهم الموضوع. هروح لاشهر الصفقات وبعد كده نخش على يعني الصفقات الاقل شهره شويه او اللي هي شويه يعني مش معروفه. هروح بفكره برضه هنا مبدئيا الاعتراضات اللي كانت موجهه لميسي تحديدا، واللي قال لك هو عمل خطا عمره، لان انتر ميامي حتى وان كان ليه بريفليج كبير، انت عارفه طبعا يعني الصفقه لما تمت الناس ما سكتتش على كده، لحد دلوقتي بيتم انتقاد اصلا هذه الصفقه. لسه قاري حاجه امبارح تحديدا قال لك على فكره ميسي من الناس اللي هتندم، واللعيبه اللي هتندم على ان هم ما راحوش الدوري السعودي. رايك اصلا في المقوله دي ايه؟ هيندم علي بيقول لك ان هو مش هيلاقي نفسه هناك، يعني ده اللي انا فهمته، مش هيلاقي نفسه هناك مش ومش هينهي المسيره بالشكل المرضي ليه. ده اللي قريته. انا بشوف ان خلاص هو ميسي انهى مسيرته اصلا، هو كده يعني انا شايفاه ان هو خلاص. طب يعني ليه ما اعتزلش؟ يعني ده سؤال برضو، ليه ما اعتزلش؟ فكره ان انا اروح انتر ميامي حتى لو كان راح الدوري السعودي، هو بالنسبه له الاثنين. طب يعني هتفرق ايه لما اروح الدوري الامريكي يعني انا اروح الدوري السعودي؟ طب ما ده سؤال تسويقيا يعني. حتى نمط الحياه تسويقيا يعني هي احنا الجزء المادي اكيد ما فيش مقارنه ما بين الاثنين، ان يعني جزء كبير من الناس اللي زي ما هوند بتقول لك اللي مستغلطاه بيقولوا له ماما راح تندم يا ميسي، هم بيتكلموا على فكره انه رفض 600 مليون يورو. أوكي. تمام، فحتى مش هتعوض له حاجه، وكان الافضل من الكلام اللي انا برضو من او من مستوى الخبر اللي هو كان بيقول لك طالما زي ما قلتي بالظبط الجمله دي كانت بتتقال، اللي هو قفل كل حاجه، الجمله الشهيره. طب هو انت ليه ما اعتزلتش وتعتزل بعد كاس العالم وبعد ما حققت كل حاجه؟ طيب ما كان ده الفتره تعتزل فيها، ليه رحت كملت في انتر ميامي؟ انا وجهه نظري انا كنت شايفه ان هو كان فعلا بعد كاس العالم كان خلاص بالزبط. اعتزل، ده كانت وجهه أنا نظر معاكي بصراحه، كانت وجهه إيه نظري بصراحه يعني. الحكمه دي بقى يعني هي يعني ايه فكره ان هو يكمل دي يسال عنها ميسي، زي ما يسال عنها رونالدو ان هو مثلا اخد فتره في الدوري السعودي. بس انا مش شايفه في فرق كبير ان هو كان يروح الدوري الامريكي او ان هو كان يروح الدوري السعودي، انه لو راح الدوري السعودي يعني مش هيندم قوي زي ما راح الدوري الامريكي فهيندم قوي. نحيد الشق المادي، تمام، تعالي نحيد، هنعتبر
مجازا كده وكان العرضين مسويين. عايز اقول لك على نقطه يا كريم، الشق المادي في انتر ميامي هو مش فلوس بس، ميسي أيوة لا واخد اسهم بقى في شركات عالميه وشركات تليفونات شركه تليفونات عالميه وشركه ملابس رياضيه، وبعد ما يخلص برضه الرقم مش هيوازي العرض السعودي. بس بقول لك ايه، تعالي نحيد الماديات، حيدي للحظات الماديات وكان هيكسب اكتر لو كان راح السعوديه ولا لا. في ناس بتقول لك انه لو راح السعوديه في التوقيت اللي السعوديه جابت فيه كريستيانو رونالدو وابتدت بقى في جلب المزيد من ايقونات كره القدم العالميه، طب وهيرجع يفرهد تاني وهيضطر يقابل كريستيانو رونالدو تاني. لكن في انتر ميامي الدنيا بقى ولو المتعه تم فقدها، لان كمان احنا بنتكلم عن الانديه في امريكا ما هياش الافضل وملهاش جماهيريه كره القدم اصلا، فانت رايح انت كنت حاجه كبيره قوي، كان المفروض ان انت يعني لو انت خلاص عايز تكمل، ولو ان انا كنت مع ان هو يعتزم، للناس اللي كان رايها كده هتروح لحاجه هتطفي شعبيتك. انت ميسي، بس انت ميسي فين؟ انت ميسي وسط اصلا دوله ما لا تعترف قوي بكره القدم يعني. اوكي دي بس برضو انا شايفه انه حتى هو لو راح، لو كان راح اما بتحب ميسي خلاص الدوري السعودي. سالناها السؤال ده لا والله اصل هقول لك على حاجه، مقارنه برونالدو، هل مثلا لما راح، لما رونالدو راح الدوري السعودي، هل مثلا الدوري السعودي اضاف لرونالدو حاجه؟ مع كل الاحترام والله مش خلينا نقول بصراحه لا، يعني العكس ممكن يكون بالظبط كده. يعني رونالدو يعني احنا بنتكلم ان رونالدو طلع موسم صفري، مفيش ولا بطوله في الموسم ولا حتى هو اضاف قوي بصراحه خالص يعني. خالص. فهي الفكره هو نفس ميسي، يعني ميسي كان هيلاقي نفس المصير. هو مثلا هل ميسي او رونالدو الاثنين، عشان بتقولي بحب ميسي، هل مثلا فاضل لهم دوري ابطال اسيا يعني هم اللي عايزين يفوزوا بطولاتهم؟ فاضل لهم دوري مثلا هياخدوه مع انا مش بقلل يعني والله لما او تعاقدوا مع لا احنا بنتكلم بلغه ارقام يعني لما تعاقدوا معاه كانوا متعاقدين معاه على اعتبار ان هم جايبين لعيب عالمي كبير عشان ينتج ويفيدهم، ولا هم جايبينه كضيف شرف في الاخر هي عشان كلها تسويقيه بالظبط كده. كل النجوم اللي موجوده دي في اطار الخطه التسويقيه بالظبط كده للدوري السعودي او للمملكه العربيه السعوديه عشان استضافه ملف كاس العالم. او انا بجذب الانتباه، انت بعد كل النجوم اللي راحت الانديه السعوديه دي، في خناقات دلوقتي عشان مين اللي هيشتري حقوق الدوري السعودي. هم بصراحه معمول بلان لونج تيرم، طبعا بلان طبعا مدروسة. طبعا طبعا وناجحين فيها يعني لحد دلوقتي هم ناجحين فيها طبعاً. كل العالم دلوقتي بيتكلم على الدوري السعودي، اي لاعب عقده بيخلص بيجي له عرض من الدوري السعودي وبيحصل بقى نقاشات وخد وهات ويبقى فيه كلام ويبقى الكلام ده. هو بالنسبه لهم كان التوب مين؟ كان رونالدو وميسي، ده التوب لحد دلوقتي يعني. رونالدو وميسي، اخذ رونالدو، كان في مفاوضات مع ميسي ده حقيقي واتقدم عرض رسمي لكن ما لم يتم الموافقه عليه وهو راح الدوري الامريكي. فكره بقى ايه احسن من ايه؟ انا مش شايفه ان هم اساسا حسبوها كده، لان بالنسبه لميسي حتى هو بالنسبه له هو مش رايح الدوري الامريكي عشان يلعب كوره، هو مش رايح يعمل حاجه الصراحه، هو مش رايح يلعب كوره، مش رايح يجيب الدوري لانتر ميامي عشان يعني. كده خساره شويه. كنا انا بحب الناس تعتزل وهي في التوب يعني في القمه، انا بشوف كده كتير عملوا كده، انا بشوف كده برضو. طب ده بالنسبه لميسي. اوكي، اما بالنسبه لبوجبا واللي ظهرت له مؤخرا صوره بالشماغ السعودي وعرضناها في الجزء الاول من حلقتنا النهارده، وبرده كان في تكهنات بان الاتحاد تحديدا هو اللي تقدم ليه بعرض 100 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات. خلينا نقول انه لحد دلوقتي هي تقارير، هو كان في زياره فعلا هناك وراح زار مقر الـ النادي، لكن ما فيش اي حاجه رسمي اعلنت او تم الاعلان عنها او تم توضيحها. يبقى اللاعب وصل لمرحله انه راح النادي وقعد مع الاداره وتصور هناك، يعني مش دي بتقول ان خلاص اتعاقد مع ميسي؟ راح وزار المملكه العربيه السعوديه بس وقعد كان نتاج المشروع السياحي الترويج للسياحه، ما هو كان وقتها قلنا بقى ان هو او اتقال ان هو راح ساعتها مضى عقد وهو هناك مضى عقد الهلال يعني اتقال وقتها في التقارير يعني بس طلع نفى بس ان هو مضى عقد الهلال. فهي يعني وارد ان هو يكون فعلا حصلت مفاوضات ما بينهم ما حصلش يعني ما لم يتم الاعلان عنها بشكل رسمي، لا لكن وارد جدا طبعا ان هو يكون حصل مفاوضات. دلوقتي اي حاجه مع اي لاعب وارد، كل شيء وارد بالظبط بالظبط تمام. طيب خلينا ننتقل شويه لان كان في برضو بعض
المشاكل في بي اس جي، وفي بعض التصريحات بعرفش برضو صحتها من عدمها، خلينا نعرفها منك، الخاصه بمبابي ومالك او ملاك باريس سان جيرمان لما كانوا بيتكلموا عن خبر، وخليني اقراه لك تحديدا. لما بيتكلموا ان هو هيرحل وربما يروح لريال مدريد، وان ريال مدريد هيطلب قرض لانجاز اصلا صفقه مبابي، ولما اتكلموا قالوا ان بي اس جي يعني هيتنازل وهيتركه او هيوافق على مغادره مبابي. هو طلع تصريحات كانت مش افضل شيء، كان بيتكلم ان هو اصلا يعني الاداره ما هياش افضل اداره وحاجات زي كده. صحه الكلام ده من عدمها وتاثيره برضو على مستقبل مبابي، وهل فعلا ريال مدريد فكره ان هو هياخد كارد عشان يجيبه دي حقيقيه؟ بصي، صفقه مبابي بالنسبه لريال مدريد او بالنسبه لبيريز تحديدا رئيس ريال مدريد هي بالنسبه له اولويه، سواء بقى السيزون ده سواء السيزون اللي جاي سواء كان من السيزون اللي فات، فهو بالنسبه له مبابي اولويه. هو واخد الموضوع يعني بيريز خلاص حط مبابي في دماغه، فهو هيجيبه لو ما كانش الصيف ده هيبقى الصيف اللي جاي. فاعتقد فكره ان مبابي يروح ريال مدريد اعتقد الموضوع قريب جدا جدا في اي وقت. الغريب بقى هو اللي حصل مؤخرا في الميركاتو ده، خصوصا ان كان من فتره لسه قريبه كان حصل برده كلام على رحيل مبابي في الصيف، لا مش هيرحل، طب هو خلاص هيجدد عقده، وبعدين طلع في مؤتمر صحفي او طلع اتكلم وقال خلاص ان انا هجدد بالظبط همدد العقد بتاعي وهفضل مع النادي ل 2024. بعدين اول ما بدانا الميركاتو الصيفي قال لا انا خلاص مش هفعل التمديد وممكن امشي في اي وقت. التصريحات اللي قالها ناصر الخليفي في مؤتمر تقديم لويس انريكي المدرب الجديد لباريس سان جيرمان هي دي بصراحه اللي كانت بالنسبه لي مختلفه شويه وكانت جديده. مبابي خلاص طبعا مالك بي اس جي بالظبط يعني. مبابي احنا تعودنا على التصريحات بتاعته او ان هو يطلع يقول لا همشي لا هجدد لا همشي او كده، لكن ناصر الخليفي انا حسيت انه تصريحاته في مؤتمر تقديم لويس انريكي كانت غريبه شويه او جديده، يعني كان دايما لما كان بيتسال على مبابي فكان دايما بيرد بكل ثقه ويقول ان هو موجود او ان هو هيستمر مع الفريق او احنا متكلمين او الامور ما فيهاش اي جديد. لكن المره دي لما الخليفي اتكلم فقال احنا متفقين وهو وعدنا ولو حد رجع في كلامه فدي مش بتاعتنا فهو حر، فتحس ان في لا واضح كده ان هو في كلام، واضح ان مبابي احتمال كبير ان هو ما يبقاش متواجد مع الفريق في الموسم الجديد. زاد عليها بقى اللي قاله مبابي مؤخرا ان هو طلع انه قال ان الفريق ده لا مش هو احسن فريق يفوز بدوري ابطال اوروبا، وتصريحات غريبه جدا وما يتقالش من لاعب مكمل مع الفريق. انا ما عجبتنيش بصراحه. شفتوا يعني اخر فيديو لمبابي على ذكر لما راح يزور الكاميرون مصر اطراس والده استقبلوه كان زعيم استقبال الفاتحين زعيم طبعا يعني هو علامات الاندهاش نفسها كانت مرسومه على وشه، يعني هو راجل عمال يبص يمين ومش مصدق ان للدرجه دي الدنيا اتقلبت هنا. اصوله كاميرونيه، وطبعا احنا في افريقيا هنا بالنسبه لنا اي نجم عالمي لما يعني لما يكون يعني بيعمل زياره مثلا لبلد او موطنه الاصلي يعني، فطبعا ده بيبقى فعلا استقبال فاتحين يعني طبعا. وعملها كتير لعيبه من اوروبا فعلا كانوا في الاجازات الصيفيه او في الاجازات بتاعه الموسم يعني فعلا بيرجعوا لبلدهم الاصلي او بلد يعني المنشا الاصلي سواء الام او الاب، وحتى بيبقى في اعمال خيريه هناك، ممكن يلعبوا مع اطفال في الشوارع هناك مباريات خماسي بالظبط. فدي عاده بتحصل كتير قوي من نجوم اوروبا يعني. طيب منى هروح معاكي شويه للمنتخبات وهروح للمنتخب بتاعنا، وعايزه اخد رايك في حاجه. دلوقتي في كتير من اللعيبه عندنا بيجي لهم عقود احتراف، في منهم اللي بينجح في منهم اللي ما بينجحش، وده بيبقى راجع ليه هو. بتنصحي او بتشوفي ان السن المناسب اصلا للاحتراف ايه، خصوصا انا بتكلم كمان عن المنتخب الاولمبي، وفي نفس الوقت ايه المفروض يكون بيطبق لما اللاعب بيروح يحترف؟ يعني شفنا نماذج كتيره جدا في جيل اللي بيطلق عليه، طبعا احنا عندنا طبعا في النادي الاهلي اكتر من جيل ذهبي، وعامه في اكتر من جيل ذهبي في الانديه المختلفه، وشفنا لعيبه بتروح تحترف حتى ليس علاقه مش تبع النادي الاهلي بس ما بتنجحش في الاحتراف، وبتنجح كانت هنا جدا مع المنتخب على سبيل المثال. ليه القصص دي مكرره على مدار اجيال كتيره؟ يعني حاجه غريبه شويه. بصي بالنسبه للسن كان جزء سؤالك الاولاني، انا شايفه انه طبعا كل ما كان سنه صغير قبل ما يبدا مرحله العشرينات كل ما كان سنه صغير ويحترف هيبقى احسن كتير جدا جدا، لانه هيبدا هو نفسه تفكيره وعقليته هتبقى
هتتغير او يعني عايزه اقول ايه، هتتظبط على البلد مثلا اللي هو رايحها، طبعا يكون اوروبيه يعني. هيبدا بقى ايه في عقله كده او دماغه هتتسيستم على الوضع ده، هتتسيستم على الخطط بتاعتهم، هتتسيستم على الفكر بتاعهم بالظبط والمنهجيه بالظبط كده بالظبط، الاستراتيجيه بتاعت الاحتراف الاوروبي. لكن مهم جدا يبقى في اعداد نفسي لاي لاعب. انا بشوف الموضوع ده مهم جدا. اللاعب يبقى فرحان ان هو جاي له عقد في اوروبا، هو لسه صغير هيطلع بس مش فاهم فعلا هو رايح بالظبط كده، هياخد مبلغ حتى لو مبلغ مش كبير، بس اسمي اللاعب فلان الفلاني المحترف في صفوف كذا الاوروبي، فهي دي بالنسبه له هو ده التايتل اللي هو بيسعى ليه. لكن لما يروح هناك هو بيصطدم بحاجات كتير جدا، ومنها عامل اللغه، وشفنا لعيبه كتير جدا طبعا رجعت بسبب طبعا الموضوع ده. الغربه نفسها ممكن يكون هو لسه مش متعود بالظبط كده ان هو يقدر يعيش مثلا بعيد عن اهله بعيد عن بلده. الامور دي كلها لازم يكون ليها اعداد نفسي مهم، وده مش عيب. دي ده جزء من الاحترافيه، او ده جزء المفروض ان يكون من عقليته هو، ان هو لازم يكون عامل لنفسه بلان. انا مثلا هروح هيقابلني عامل اللغه، طيب هل اللغه بتاعت البلد اللي انا رايحها انا بعرف اتكلمها ولا لا؟ مش لازم اللغه بتاعتها، حتى لو انا مثلا بتكلم انجلش اللي هي اللغه العامه في كل بالظبط كده في كل دول العالم، بعرف اتعامل ولا لا؟ بالنسبه للغربه نفسها او المكان مثلا اللي انا هقعد فيه، هل مثلا هبقى قاعد لوحدي، هبقى قاعد مثلا مع بعض الزملاء في الفريق، هل يقدر مثلا حد من اهله مثلا يكون متواجد معاها، هل يقدر اصلا ماديا على ده ولا لا؟ تمام. الاجواء، وده بجد ما حدش يضحك يعني، بالظبط كده. الاجواء في بلاد اوروبيه مثلا بتبقى الجو بتاعها هو شتاء بس، في لعيبه ما بتقدرش تستحمل ده. في نقطه كمان مختلفه، لو احنا بقى هنقارن شويه بالدول الاوروبيه، بتحصل او حصلت كتير مع لعيبه هنا بلا ذكر اسماء، يعني في منهم اللي راح احترف وبعد كده تم استدعائهم هنا وقالوا لهم تعالوا احنا محتاجينكم هنا، ولما جم ما كانوش بيلعبوا اساسي على سبيل المثال، وضاعت فرصتهم الاحترافيه، وبالتالي احنا كان ممكن دلوقتي نستفيد من لاعب لو كان كمل الفتره الاحترافيه بتاعته كان ممكن يبقى نجم عالمي او يرجع مره ثانيه بخبرات مختلفه. لو كان سنه صغير يبقى غلط كبير جدا ان هو يرجع. مع سن صغير طبعا غلط كبير جدا ان هو يرجع، كان يعني غلط انه يستجيب بالظبط بالظبط، وغلط من الاداره ان هي اصلا تخاطب لاعب صغير. اللاعب بتاعي بالظبط هو لاعب صغير اسيبه يحترف بره، ما هو مطلعينه عشان ينضج ويستوي بره ويجينا ناخد وش القفص بتاعه بالظبط كده، وهو كده ولا كده هو شايل اسمي طبعا. يعني هو كده شايل اسمي. انا عجبتني جدا تصريحات محمود تريزيجيه، يعني كان في لقاء مؤخرا وشوفوا هو بيتكلم بيقول انا دايما حاطط اسم الاهلي قدام 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 عيني، عايز مش عايز ارجع مصر عشان افضل دايما مشرف الاهلي بره. يعني انا محمود تريزيجيه بلعب في نادي اوروبي او محترف بره، بس انا في الاخر انا لاعب للنادي الاهلي، فانا بشرف اصلا بلدي وبشرف النادي بتاعي هناك. فشايفه التفكير اصلا بتاعه عامل ازاي، شايفه العقليه بتاعته بالظبط كده، العقليه بتاعته عامل ازاي، ما ان بدايه احتراف تريزيجيه الامور ما كانتش سلسه معاه، يعني كانت محطات كتير ومشي ورجع ومشي ورجع، مش رجع مصر يعني. أيوة. اتنقل ما بين اكتر من نادي غير صلاح والنني شويه يعني. فهو واجه صعوبات اكتر من في ان هو ينتقل من نادي لاخر يعني، وكانت من دوله لدوله، فكانت الامور بالنسبه له اصعب يعني. فهي دي العقليه بتاعت اللعيبه المحترفه، العقليه بتاعت اللاعب اللي هو عايز ينجح، مش مجرد ان انا اطلع بره عشان اخد تايتل، ان انا لاعب محترف في نادي اوروبي اقعد شهر 2 3 سنة واجيب بعضي وارجع وخلاص وابقى لاعب في نادي اوروبي سابق. ممكن ده يؤدي ان هو يعتزل في سن بدري 30 29 لما يرجع تاني ما فيش انديه بالظبط بالظبط، هيموت كرويا اقصد يعني. فلا طبعا كل ما اللاعب كان سنه صغير يطلع يحترف بره، غلط ان هو يرجع، غلط ان اداره نادي اصلا تخاطبه ان هو يرجع، لا بالعكس انا سيبه ترشحي مين بقى بناء على اللي انت بتقوليه ده، مين من اللي انت شفتيه وخد عينك في المنتخب الاولمبي شايفه ان الكلام ده غالبا يعني هيحصل معاه وانه مرشح للسفر بره وانه يبقى يعني محترف؟ طيب قبل ما اقول لك اسماء اللعيبه، بس عايزين ندي للعيبه دي حقها، عايزين نقول عليهم ان هم كانوا رجال
كان بجد كانوا رجاله على قدر المسؤوليه. اللعيبه دي فعلا ما كانش يعني اكتر من 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 ايه من من مدربين كتير جدا محليين بدون ذكر اسماء كانوا اصلا كانوا رافضين ان هم يتولوا تدريب المنتخب ده بالذات بالعناصر دي، لانهم كانوا شايفين ان هم مش هيقدروا يعملوا بالعناصر دي حاجه. تمام. لكن شفنا المنتخب بيتأهل للأولمبياد، شفنا ان هو بيوصل فاينل كاس الامم تحت 23 سنه طبعا، شفنا على مدار مشوار التصفيات والادوار الاقصائيه او النهائيات ما دخلش في مرماهم هدف واحد، غير طبعا باستثناء الهدفين اللي كانوا في النهايه وكانوا بيلعبوا ناقصين اصلا، يعني كانوا بيلعبوا 10 لعيبه من اول تقريبا ربع ساعه ومباراه 90 دقيقه واكسترا تايم كمان يعني. فلا بجد منتخب العناصر دي اثبتت ان هم على قدر المسؤوليه، معاهم مدرب عالمي قدروا ان هم يعملوا اللي ناس كتير جدا جدا ما كانتش مؤمنه بيه. بالنسبه بقى للعناصر اللي تميزت جدا طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اولا يعني حمزه علاء ثم حمزه علاء، على الرغم انه الهدف الثاني طبعا كان خطاه بس عادي يعني الاخطاء طبعا وارده، بس لولا حمزه علاء اصلا احنا ما كناش وصلنا فاينل عشان برده كل واحد ياخد حقه يعني. حمزه علاء لاعب وشخصيه قويه جدا محتاج ان هو ياخد فرصه. ابراهيم عادل من الاسماء الكبيره جدا جدا والتقيله جدا في المنتخب الاولمبي، واستحق بصراحه فرصه احتراف اوروبيه بعيدا بقى عن الصراعات بقى المحليه اللي هو هيشوفها الفتره الجايه والخناقات بتاعه الانديه. فانا شايفه انه لا يركز بره افضل كتير جدا جدا، افضل ليه وافضل للمنتخب طبعا يعني. فدول اهم اسمين بصراحه محتاجين ان هم لا ياخدوا فرصه ويا ريت لو يحترفوا. وبقيه الاسماء ممكن نقول ان في بعض طبعا طبعا انا قلت بس الابرز نوال المنتخب الاول طبعا طبعا بعيدا عن الاحتراف طبعا 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 كل العناصر يا كريم. انا قلت لك في بدايه الكلام الناس ما كانتش متوقعه اصلا، ناس كتير مش هقول بقى مشجعين او مش هقول مثلا احنا كصحفيين، لا انا بتكلم على مدربين محليين كانوا اصلا رافضين ان هم يتولوا المهمه الفنيه للمنتخب الاولمبي، لان هم كانوا شايفين المنتخب ده مش هيقدر يحقق حاجه بالعناصر بتاعته. تمام. وبعض المدربين كمان كانوا يعني بما اننا ذكرنا اسم حمزه علاء يعني كانوا شايفين ان مركز حراسه المرمى في المنتخب فيه مشكله. ازاي يعني محدش كان متابع مستوى حمزه علاء مع الاهلي؟ غريبه جدا. كانوا رافضين يعني كانوا رافضين وكانوا طالبين تحديد التدريبات كانوا طالبين حراس مرمى، كانوا شايفين انه المنتخب ما فيش حارس مرمى تقيل يقدر يشيل المنتخب. رؤيه فظيعه. في حاجات كتير هتتغير بعد التألق اللي كان فيه. هو بص كريم احنا اتكلمنا قبل كده الفرص اللي زي كده المنتخب الاولمبي او غيره بتبقى فرص عشان اللاعب يثبت نفسه بالظبط، يعني مش شرط فعلا تكون العيون شايفه كل المواهب الموجوده. عايز اقول لك على حاجه ان معظم اللعيبه دي اصلا مش بيلعبوا اساسيين في انديتهم. دي مشكله ثانيه بقى بالزبط. لان لما تيجي هنا تخش دلوقتي والمهمه الاصعب للمنتخب الاولمبي انت داخل تلعب كره مختلفه تماما غير اللي احنا حتى كنا بنلعبهم، فهتصطدم ان في فروقات اكيد كبيره جدا. معظم المنتخبات الاولمبيه الاخرى بتلعب صفوف مع المنتخب الاول وبتلعب بشكل الى حد ما برضو ده اساسي مع انديتهم يعني، فعشان كده في فوارق. دي بقى هنرجع ونقول برضو دي خاصه بالانديه يعني، هي حاجه اكيد أزمة مستمرة لكن دي ترجع لكل نادي على حدة يعني. لا ومش الأندية بس، هي المنظومة كاملة. هي المنظومة طبعا يعني. طب في ضوء اللي نهاوند قالته لك ده، شايفة إن وضعنا إيه بقى في الأولمبياد إن شاء الله وفرصنا فيها واصلة؟ بص إن شاء الله، لا يعني أنا والله متفائلة خير إن شاء الله، يعني متفائلة إن المنتخب ده هيقدر إن هو يحقق ميدالية بإذن الله في الأولمبياد بإذن الله. بالمستوى اللي احنا شفناه بالكلام اللي كنا سامعينه قبلها، لانه انت ما كانش فيه بالنسبه لك ما كانش فيه اوبشن اصلا بالظبط كده، وبعدين انت ما كانش فيه عندك الرؤيه الكامله لانه كان المنتخب انت بيتجمعوا على فترات بعيده، كانت حتى الوديات اللي كانت بتتلعب ما كانتش بالقوه اللي الناس مستنياها، فانت وكان الناس اصلا بتنسى ان في تفصيلتين معانا بقالهم فتره. ايه دول التفصيلتين اللي انت قلتيهم دول حاصلين بقالهم فتره؟ عشان احنا عشان انا قلت لك هي بلان من المنظومه كامله. منظومه اتحاد الكوره كامله، انا لازم يبقى في عندي بلان منتخب الاول، بلان المنتخب الاولمبي. كريم انا مش بكمل الدوري اصلا. انا مش بعرف اكمل الدوري في الوقت بتاعه، انا ببعت الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه قبل موسم الدوري ما يخلص.
انا بلعب كاس مصر السنه اللي فاتت في السنه اللي بعدها، المفروض ان شاء الله في كانت وعود من كتير من رابطه الانديه، يعني من اعضاء رابطه الانديه، ان هيكون في تحسن في الجدول للعام القادم، وانا اعتقد نتمنى ده باذن الله حاصل عشان يعمل فروقات. بصي الوقت بيجري، كنت عايزه اخش على الصفقات والتضارب ما بين برشلونه وريال مدريد لان شايفينها مؤخرا، للاسف الوقت خلص يا منى، بس كالعاده نورتينا بجد، استمتعنا بقراءتك. بشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا، نورتينا. واكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده، ونشوفكم على خير بكره باذن الله. صباح الفل.